خلاف جديد يطفو على سطح العلاقات التركية الغربية. الرئيس رجب طيب أردوغان يعلن معارضة بلاده انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. الدولتان تعتزمان التقدم بطلب العضوية لحلف الناتو، ورد الفعل التركي ليس مجرد موقف عابر ولا تفصيلي، إذ يشترط هذا الانضمام إجماع دول الحلف، ما قد يشكل تاليا عائقا رئيسيا أمام الانضمام. تتهم تركيا فنلندا والسويد بإيواء منظمات إرهابية، ويشبه أردوغان الدول الإسكندنافية ببيوت الضيافة للمنظمات الإرهابية على حد وصفه. الولايات المتحدة أعلنت سريعا أنها تعمل مع الجانب التركي لتوضيح موقفه حيال المسألة، مؤكدة ترحيب عدد من الدول الأعضاء في الناتو بانضمام فنلندا والسويد. روسيا بدورها علقت على نية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو عبر القول إن ليس لموسكو أي نوايا عدائية تجاه السويد وفنلندا، مؤكدة أن رد فعل روسيا على انضمام البلدين يعتمد على البنى التحتية التي ينوي الناتو نشرها وعلى إمكانية اقتراب القوات النووية من حدودها. باع تركيا الطويل في التمايز عن مواقف الدول الأعضاء في الناتو لا يضعها في موقع المعارضة الجدية وفق مراقبين، لكن رغم ذلك يبقى الرفض التركي في حال الإصرار كافيا لمنع انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.